شوف واحد طلاب شلون شرح الآية. تفضل استاذ. قال لهم نوح إني ربكم وربي الله، وكذبوا وقال إنه مجنون. قال هم إني ربي لله. هم قال أنت كذاب، إنه ربنا الأصنام الله وليس الله. ثم ذهب نوح إلى السفينة وبقى يمشي إلى أن وصل إلى أهل الأصنام. قال لهم من ربكم؟ قال الأصنام. الله الله الله. قال نوح اصعد ومعه. شنو اصعد ومعه؟ وذهبوا معه إلى السفينة. هنا انزرفت السفينة. هو كانت انزرفت؟ إيه انزرفت السفينة. انزرفت السفينة. وقال أحدهم سوف نموت كلنا لو واحد منا أحسن ولا كلمة. هاي بين قوسين دبة وقرعة. وطلعت على نوح لازم يذبروها بالشط بالبحر. ثم قفز نوح عليه السلام من السفينة وثم بلعه الحوت. خوش مكان. وثم أم نوح، هو نوح عمره 2500، أمه شو إيش الأمرها؟ أم نوح دعت يا ربي إنه نوح بيد المشركين سوف يقتلوه، يا ربي أريد منك نوح يرجع. وبعد أكثر من 1000 سنة رجع نوح، خوش الحمد لله، على حافة الشط. ثم رجع إلى أهله سالما كريما. أم نوح قالت شكرا. ربك